سلسلة التعريف بالصحراويين ضحايا الاختفاء القصري بقلعة مجونة وأجدز، تقرير العربي الحسن أحمد، مراجعة سلام هالناجم. الاسم الثلاثي الدجج الطالب الأشقر. تاريخ ومكان الاختطاف ديسمبر 1980 بمدينة العيون المحتلة. تعرضت الدرجة للتعذيب القاسي خلال مرحلة الاستنطاق التي دامت شهرا تقريبا بثكنة البيسيسيمي، ليتم نقلها رفقة مجموعة من المختطفات الصحراويات إلى مخبأ مولايشريب بالدار البيضاء المغربية، حيث خضعت لمرحلة الاستنطاق مرة أخرى، كما بقيت رهن الاختطاف في درب مولايشريب 7 أشهر ليتم ترحيلها إلى مخبأ أجدز الرهيب، وظلت هناك تعاني في صمت أصناف العذاب وسوء التغذية مدة 10 أشهر. تم ترحيل الدجاج إلى مخبأ قلعة مجونة رفقة عدد كبير من المختطفين الصحراويين في مجموعات شهر أبريل 1982، لتستمر رحلة العذاب التي دامت فصولها إلى شهر يونيو 1991، حيث تم الكشف عن مصيرها رفقة 321 مختطفا ومختطفة بعد تزايد ضغط المنظمات الدولية الكبير على نظام الحسن الثاني من أجل الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين والإفراج عنهم.